وعلمائنا وباحثينا في الخارج دايما أبحاثهم ودراساتهم محط أنظار العالم كله. المصريين مشرفين في كل المجالات، أبحاث وابتكارات واختراعات واخدة مساحة كبيرة جدا من الاهتمام العالمي بشكل يدعو للفخر الحقيقي. آخرها اليومين دول ابتكار علم جديد بطله هو الدكتور المصري بهاء الجندي، أستاذ التخدير والتصميم الدوائي في كلية الطب جامعة واشنطن سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا عايز أقولك دكتور بهاء عمل إيه؟ دكتور بهاء قدر إنه يوصل لثورة جديدة في عالم الدواء، ابتكر هو وزمايله الباحثين في جامعة واشنطن عقار طبي، عقار عبارة عن حباية دواء. الحباية دي بتدي جسم الإنسان نفس تأثير ممارسة الرياضة. إيه الحكاية بالظبط؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي حالا من الدكتور بهاء اللي موجود معانا عبر زوم عبر التليفون. صباح الخير يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح النور يا فندم، شكرا جزيلا على الاستضافه، وكل عام وحضرتك وكل المشاهدين الكرام بخير وصحه وسعاده، وكل اهلنا في مصر دايما في احسن حال. دكتور، يعني ايه حبايه دواء بتديني نفس تاثير ممارسه الرياضه؟ يعني من الناحيه العلميه عايزين نفهم الحبايه دي بتشتغل ازاي او بتعمل ازاي. تمام يا فندم، خليني اخد حضرتك بس الاول لمقدمه بسيطه جدا. في توافق عام بين كل مقدمي الخدمات الصحيه على أهمية التمارين الرياضية والنشاط البدني ودورها طبعا في تحسين وظائف الجسم والوقاية من مختلف أمراض القلب والأمراض المخ والأعصاب والسكري والسرطان. بس في الحقيقة مش كل الناس بتقدر تمارس التمارين الرياضية لأسباب كثيرة جدا، ممكن يكون لأسباب حد خارج من عملية جراحية، حد عنده إعاقة، أو طبعا لأسباب التقدم في السن. طيب إحنا إزاي نقدر نساعد؟ في فكرة جميلة جدا وبسيطة في نفس الوقت، هل احنا نقدر نخترع عقار بيحاكي تأثير التمارين الرياضية اللي هي الحبة اللي حضرتك اتكلمتي عنها حالا؟ طيب ده بيشتغل ازاي؟ احنا لجزء لوقت طويل جدا كنا بندرس نوع من مستقبلات الخلايا في الجسم. مستقبلات الخلايا دي مسؤولة عن تنظيم توازن الطاقة في الجسم وعن تنشيط معظم مسارات الأيض المهمة جدا في الجسم اللي بتتنشط عن طريق التمارين الرياضية. المشكلة ان كانت المستقبلات دي مفيش لها اي مركبات عضوية بتتحكم في نشاطها، وده اللي احنا عملناه باستخدام تقنيات التصميم الدوائي، وقدرنا نصمم مركب عضوي صغير جدا زي الادوية اللي احنا بتاخدها. المركب العضوي ده بينشط عمل المستقبلات دي، ولما بينشط عمل المستقبلات دي بيحسن من استهلاك الطاقة وبيزود من اكسدة الاحماض الدهنية زي بالظبط ما نكون بنتدرب في الجيم. وطبعا له تاثيرات كتير جدا مفيده زي تقليل تراكم الدهون وتحسين حساسيه الانسولين. طب دكتور، يعني معلش يعني برضه استحمل سؤالي، يعني هو بيشتغل على القلب ولا بيشتغل على الاعصاب ولا بيشتغل على الخلايا؟ يعني انا برضه مش فاهم ازاي بيشتغل، فهمني برضه كيف يعمل هذا العقار داخل جسم الانسان. ده سؤال جميل جدا يا فندم. المستقبلات دي موجوده في الانسجه والخلايا، في انسجه وخلايا كتير جدا في الجسم اللي بتحتاج طاقه عاليه قوي، زي ايه مثلا؟ زي العضلات، زي القلب، زي المخ، زي الكلى. كل الانسجه دي فيها مسارات الايض دي موجوده، والمسارات دي بيحصل لها تنشيط عن طريق التمارين الرياضيه او عن طريق المركب العضوي اللي احنا بنتكلم عنه ده. الخلايا والانسجه دي بتحتاج طاقه كبيره جدا. مثلا خليني اكلم حضرتك عن العضلات. العضلات لقينا لو في خلل في الجينات بتاعه المستقبلات دي في العضلات، العضلات حجمها بيصغر جدا، والحيوان او الانسان بيبقى النشاط البدني بتاعه قليل جدا وما بيقدرش يستحمل الاجهاد او النشاط البدني الكبير. طيب ايه العكس لما بيحصل؟ لما بننشط المستقبلات دي حجم العضلات بيزيد، لياقه العضلات بيزيد، القدره على التحمل بتزيد، والنشاط البدني كمان بيزيد. يعني مثلا في حيوانات التجارب لما استخدمنا المركبات دي لقيناها بتقدر تجري 70% اكثر من الحيوانات العاديه اللي ما خدتش الدواء ده، ولقيناها عندها قدره على تحمل الاجهاد، ولقينا زياده في حجم العضلات، زياده واضحه جدا في حجم العضلات. الحاجه الجميله جدا ان مش بس بيشتغل على في مكان واحد، بيشتغل في عده اعضاء من الجسم وانسجه. في مجموعة تانية من العلماء اللي بنتعاون معاهم مثلا استخدموا نفس الأدوية دي في نماذج من الفئران اللي عندها مشاكل في الكلى، نماذج من الفئران المسنة اللي هي في عمر كبير جدا. عارف حضرتك طبعا مع التقدم في السن بيحصل مشاكل في الكثير من الأعضاء دي،
فلقوا ان الكولا بتاعت الفئران اللي هي المسنه دي بيحصل تحسن كبير في وظائفها، مصنع الخليه، مصنع الطاقه جوه الخليه اللي هو الميتوكوندريا بيزيد، عددها بتزيد ووظائفها بتتحسن، لقوا ان الالتهابات بتقل في الكولا. ونفس الكلام ده حصل في نموذجين تانيين من الامراض، منهم نموذج لفشل القلب، وحضرتك عارف ده مرض صعب جدا وملوش علاجات كتير. نفس الكلام لما عالجوا النماذج الفئران دي بالدواء ده حصل تحسن في وظائف القلب والتليف قل بدرجه كبيره جدا. وكل ده ناتج من ايه حضرتك؟ ناتج من انك بتنشط كل مسارات الايض اللي موجوده وبتحسن توازن الطاقه وبتتخلص من كتير من الاثار السيئه اللي ما بتقدرش تتخلص منها لو حضرتك ما بتمارسش التمارين الرياضيه. اعتقد ان دي يعني ممكن يرجع الامل لناس كتير جدا فقدت الامل انها ترجع تزاول الرياضه او تشعر بالشعور اللي بتاثره الرياضه على جسمها. كل الشكر ليكي دكتور بهاء الجندي، استاذ التخدير بكليه الطب جامعه واشنطن سانت لويس بالولايات المتحده الامريكيه، شكرا جزيلا.